يعني انت متأكد من الكلام ده يا علي؟ مش يمكن فهمت غلط؟ غلط ازاي بس يا باشا؟ بقول لي سعادتك بعت مراته ترسم عليا دور حب عشان تقلب الفلوس اللي في الخزنة. طب وايه اللي خلاه ضربك؟ يا باشا انا راجل تاجر وسمعتي في السوق زي البريلانت، ماليش في المشي البطال، ولما البنت جاتلي وعملت عليا الشويتين دول اديتها وش خشب. وش خشب؟ يعني كشمت لها وقلت لها بالبلدي كده عيب عليكي، انت مرات واحد من رجالتي، وانا لو السكين على رقبتي لا يمكن ابص لك بصه مش اللي هي. طب وبعدين؟ البنت سبحان الله يا برود يغيظ، قدرت تتحنجل كده وتعمل حركات لا مؤاخذه يعني مش اللي هي. تقصد حركات خارجه يعني؟ خارجه على الاخر. انا كنت طاردة بعلو حسي، فجأة لقيت نادر داخل علينا، وطبعا فهم ان في بينكم حاجة علشان كده اعتدى عليك بالضرب. انا كنت فاكر زي سعادتك كده ولسه فاهموا الفولة، اكتشفت انهم متفقين مع بعض، ولما ملاقوش بيني راجع في السكة البطالة قالوا يقتلوني ويسرقوا فلوسي. يعني انت شايف يا علي ان نادر لما اعتدى عليك كان قصد يقتلك؟ مال هو لو يعرف اني لسه فيا الروح كان سابني. ربنا كريم، صور له اني قطعت النفس، الف حمد والف شكر ليك يا رب. ويا ترى في حاجه اتسرقت من خزنه يا علي؟ لا، ما انا كنت ناسي مفاتيح الخزنه في البيت، تصاريف ربك بقى، ربنا اردنا ابوهم يطلع على شونه. وايه رايك في كلام نادر ان انت حاولت تتحرش بمراته وعشان كده اعتدى عليك بالضرب؟ ما هو لازم يقول كده يا باشا، امال يعني هيعترف على نفسه ويروح في داهيه؟ طب يجيب لي شاهد واحد، شاهد واحد بس يشهد بالكلام اللي بيقوله ده. هو صحيح ما عندوش شهود على قصته، بس انت كمان ما عندكش شهود على قصتك. انت هتساويني بواحد صايع زي ده يا باشا؟ ده اتطرد من مكتب المحامي اللي كان شغال عنده عشان سرقه. بس ده مش دليل على كلامك يا علي. انا افترض مع سعادتك ان الراجل مش تمام، ايه اللي خلى مراته تيجي لغايه عندي في مكتبي في الوقت المتاخر ده وفي الحته المقطوعه دي؟ يا باشا الراجل ده ومراته كانوا عايزين يقتلوني ويسرقوني، وانا ربنا نجاني وعايز الحكومه تجيب لي حقي. كدب، والله العظيم كدب يا فندم. انا راجل محامي محترم ومراتي ست محترمه، لا يمكن نعمل كده. اهدى يا نادر، انا مقدر ان انت زميل، بس طريقتك دي مش هتنفع يا فندم. علي بيكذب عشان يداري على اللي عمله، والعمال بيشهدوا له عشان مصلحتهم معاه. يا نادر انت راجل دارس قانون وعارف ان الكلام ده كله كلام مرسل. المشكله ان وجودك انت ومراتك في الوقت ده في المكان ده مخلي موقفكم سيء. انا كان عندي شغل ومراتي كانت جايه تبلغني انها حامل، وصدفه توصل وانت مش موجود وترجع وهي موجوده. اللي حصل والله العظيم ثلاثه ده اللي حصل. الطبيب الشرعي اثبت ان مراتك ما فيهاش اي اثر للتحرش. عشان انا رحت في الوقت المناسب، هو كان لازم اسيبه يغتصبها عشان صدقوني. صدقني يا نادر انا كان نفسي اساعدك، بس ما فيش في ايدي حاجه. اكتب يا ابني، يرفع ملف القضيه لمعالي المحامي العام مرفقا بالادله للبت في احالتها لمحكمه الجنايات. نصيحة يا نادر، شوف لك محامي يترفع عنك لأنك مش هتعرف تتعامل في القضية دي لوحدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب يا رب انت عالم بحالنا، يا رب احنا غلابة مش حمل مصايب تاني. نبي يا رب سيئة عليك النبي حبيبك، ابني غلبان وحلتيش غيره. نبي يا رب سيئة عليك النبي حبيبك، تفك كربه وتزيح همه وتخرجه من المصيبة اللي هو فيها دي. نبي يا رب تفرح قلبه، تفرح قلبه بمراته وابنه اللي لسه مجاش على وش الدنيا. انت الكبير وانت الحنين، يا لطيف الطف بينا يا رب. حقك على يامي، ما تزعليش، انا اسفه، انا السبب.
تزعليش، يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف وشه. بعد الشر عليك يا حبيبي. ماما وحليم ما جوش معاك ليه يا استاذ؟ رياض انت وانا مش مال عينك ولا ايه؟ وبعدين ما تقلقش، مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي يعني؟ ما تخبيش عليا، حد فيهم حصل له حاجه؟ يا ابني يا حبيبي ابدا، المساله كلها ان مراتك تعبانه من الحمل وما قاعده جنبها. تعبانه؟ تعبانه ازاي؟ وانا مش عرفني يا نادر وانا كنت حامل قبل كده يا اخي. عموما افهم، الستات بتبقى تعبانه في اول الحمل يعني. انا مش عارف حظي عامل كده ليه يا استاذ. يوم ما اعرف اني هبقى اب هخش السجن بذمتك، شفت حد حظه عامل كده في الدنيا؟ يا ما تبقاش متشائم كده، انت عارف لما ابنك يوصل بالسلامه ان شاء الله ويقعد يوقع وتشيله كده وتهننه هتنسى والله العظيم كل الحاجات دي. تفتكر؟ اه طبعا ان شاء الله. ما اظنش. ليه بتقول كده؟ في حاجه حصلت؟ قول قول، ما تخبيش، احنا قاعدين لوحدنا، لا امك موجوده ولا مراتك، قول. انا كمحامي شايف ان موقفي في القضيه زي الزفت ومش عارف اعمل ايه. طب والمحامي اللي احنا جايبينه ده يعمل ايه يعني؟ راجل شغال على قد ما يقدر وبيحاول يطمني، بس انا متاكد ان هو نفسه من جوه مش مطمن. طب خلاص خلاص، نجيب واحد احسن منه. مش فارقه، وبعدين هو احنا ناقصين مصاريف، ده ديون العمليه بتاعت الخلفه لغايه دلوقتي لسه ما اتسددتش. انت مالك يا مغفل انت؟ انت مالك؟ انا هتصرف يا اخي. لا يا استاذ، لحد كده وكفايه، ما تزودش التنبله، العمليه مش ناقصه. واللي رايده ربنا هيكون ان شاء الله. اوعي تتحركي من مكانك، انا بقول لك اهو زي ما انت. تسلم ايدك يا ماما. الهنا والشفا. بس ما يصحش يا ماما انام في السرير كده وانت اللي تخدميني. اخدمك؟ هو انا عملت ايه يعني؟ ده كل الحكايه شويه شوربه هتشربيهم وتبقي زي الفل ان شاء الله. ربنا يخليك ليا يا ماما. عارفه يا بنتي حنين، انا حاسه انك هتجيبي ولد وهيبقى شبه نادر كمان. شمال؟ عشان انا كنت عامله زيك كده بالظبط طول الحمل وانا برجع، شكله كده هيبقى متعب زي ابوه. وانا طول يبقى عندي اتنين من نادر؟ ده انا في عرض واحد مش طايله. بقول لك ايه، بلاش النكد اللي انت فيه ده، الزعل والنكد وحش عشان الحمل. اسمعي كلامي. مش بايدي والله يا ماما، انا لو عليا نفسي افرح بس الدنيا مش مدياني فرصه. هتفرحي يا حبيبتي ان شاء الله، فرجه قريب باذن الله، اتكلي انت على الله. يعني المحامي مطمن يا استاذ شاكر؟ والله هو متفائل، وبعدين يخاور بفلوس بكره يبقى ببلاش، الحكم في القضيه بعد بكره ان شاء الله. والنبي يا رب تجيب العواقب سليم. طب حضرتك عملت ايه في الفلوس اللي كان عايزها قبل الحكم؟ مفيش دعوه بالموضوع دوت، المهم دلوقتي ان احنا ندعي له ان ربنا يفك كربه ويجي ينور البيت ده. ما نشيلش هم ازاي بس يا استاذ شاكر؟ ده انا خايفه قوي للراجل ما يدافعش بذمة عن نادر لو ما خدش بقيه فلوسه، ما هي الناس دلوقتي ما بقاش عندها ضمير. لا هيدافع بالذمة ان شاء الله، لان المحامي خلاص خد كل فلوسه. هو انت ناقص يا استاذ شاكر؟ مش كفايه مصاريف علاجك يا ست؟ ما تفكريش في الموضوع ده، فلوس كتير والحمد لله، وانا علاجي مصروف بانتظام. والله ما انا عارفه اقول لك ايه، بصراحه احنا تقلنا عليك قوي. لا عيب، ما تقولش كده. تقلتوا عليا في ايه؟ وانا نادر ده مش زي ابني بالظبط، في اب يشوف ابنه في دقيقه ويسيبه يعني؟ ادعوا له بس ان ربنا يفك كربه، ادعوا له يا رب. اللهم امين. ليلى، ليلى، لولا، أنا جيت يا حبيبتي. ليلى،
ايه ده يا حبيبتي؟ انت نايمه ولا ايه؟ ليلى لا 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 مش هينفع كده، قومي علشان هنتعشى سوا. لا ليلى 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 فوق يا حبيبتي ليلى.